إذن مشاهدينا الكرام قناة شتاف، مرحبا بكم، رجعنا لكم في بث مباشر آخر في طاقم مدينة الطربيضة. كنتواجدو في المنطقة ديال أون جونفي أو 11 يناير هنايا، كيفما كتشوفو معنا مشاهدينا الكرام، هذه فيلا مهجورة، يعني فيلا مهجورة أو لا فيلا كانت هنايا ريبة أو لا عمارة كانت هنايا ريبة، لكن على ما أظن أنها فيلا مهجورة. يعني غتشوفو معنا المشهد فين كيتجمعو الخارجين على القانون والمدمنين على الكحول والمخدرات، يعني هنايا في هذه المنطقة هذه. الآن كيف كتشاهدو معنا صراحة مشهد خطير، كيف كتشوفو ها هما، هذا سداري محطوط هنايا، يعني ما يقع في هذا المكان هذا صعيب شوية. أشخاص متشردين، أشخاص خارجين على القانون، يعني أشياء كتوقع في هذا المكان اللي خطيرة وخطيرة بزاف، خصوصا وراء هذه النخلة هذه اللي كتواجد في هذا القنت. يعني كيف كتشاهدوا معنا مشاهدي الكرام، هذا هو شارع 11 يناير مدينة الطربيضة. 11 يناير جات وسط المنازل، والساكنة تشتكي من هذه البلاصة هذه، يعني الساكنة عياهم يديروا في الشكايات ديالهم فما لقاوش ليها حل. يعني إلا وريتكم الأرض فالأغلبية غتلقاو القراعي ديال الكحول، قراعي ديال الكحول، قراعي ديال الكحول، قراعي ديال الكحول، هيه قراعي ديال الكحول. يعني الصورة أمامكم والمشهد واضح، يعني وهنايا تخرجوا الحشرات من هاد المنطقة هادي، والرائحة جد كارهة. كيفما كتلاحظو معانا هاهما ملابس معلقين هنايا، ايضا ستاري محطوط هنا، ايضا شنو اللي كيوقع ورا ديك النخله لا يعلمه الا الله. يعني اشياء خطيره كتوقع هنايا في هذه البلاصه هذه. يعني هنا كيف كتشاهدوا معنا اون جونفي مدينه الطربيضه العاصمه الاقتصاديه، يعني الصوره امامكم. شوفوا معنا هادو كاملين قراعي ديال الكحول، ايضا الازبال، خصوصا ان هاد العمارة هادي جات بالجنب ديال هاد المكان، هاد العمارة جات بالجنب ديال هاد المكان، ومسكن فاتح شي واحد بسبب هاد المنطقة او بسبب هاد الفيلا المهجورة. شوفوا شوفوا شوفوا، يعني الريحة شوية قسما بالله إلا ضرتني، الريحة شوية صعيبة هنايا. يعني صراحة يجب التدخل السريع من أجل إنقاذ هذه المنطقة هذه من المجرمين، من إنقاذ هذه البلاصة هذه من المجرمين. يعني تقدر توقع هنايا شي كارثة، فيجب شن حملات على هذه البلاصة هذه. يعني كيفما كتعرفوا رجال الأمن صراحة مشكورين اللي قدموا مجهودات كبيرة وكبيرة في هذه المنطقة هذه، ولكن الغالب الله شحال قدهم أنهم يراقبوا. فيجب التدخل السريع صراحة، أن الساكنة كدير شكايات ولكن لا من مجيب هذه المنطقة هذه، فيجب تدخل من السلطات المحلية. يعني يجب تدخل من السلطات المحلية. أنا صراحة ما قدرتش نمشي نقرب لهذه النخلة هذه، ولكن كنسمع تحركات بجنبها، كنشوف ان لي زور مديورين في الجنب ديالها، فما عرفتش شكون اللي غيكون داخل. يعني صراحة منطقة خطيرة، منطقة نائية. يعني هذا هو المكان، هذا هو الشارع. فكنتمنى ان الرساله ديالنا تكون وصلت للجهات المعنيه بالامر والتدخل السريع. اذا مشاهدينا الكرام غادي نودعكم، نتلاقاوكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.